بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أبنائنا طلاب الصف الثالث الثانوي. إن شاء الله النهاردة ترجمة باللغة العربية لقصة Great Expectations. تعالوا مع بعض نتعرف على القصة بالعربي، وإن شاء الله نتناولها بالتفصيل each chapters by chapters، يعني فصل بفصل بالإنجليش، ونفهم الأسئلة اللي عليها. ولكن تعالوا مع بعض نعرفها بالعربي الأول. القصة اللي عندنا السنة دي Great Expectations. Great Expectations يعني آمال عظيمة. مين هم الشخصيات المهمة اللي القصة بتتكلم عنها؟ بيب الشخصية الرئيسية، واسمه الحقيقي فيليب، يبقى بيب ده The Main Character يعني الشخصية الرئيسية، ويطلق عليه فيليب. جو زوج أخته، جو زوج أخته وأول أب البيب، وأصدق شخصية أو أصدق شخص عرفه، يعني كان شخص طيب جدا. طبعا أخت جو رعته بعد وفاة والده، وكانت تعامله بقسوة مما جعله يفقد الثقة بنفسه، يعني كانت أخته دي قاسية معاه. مس هافيشام غريبة الأطوار، يعني شخصية كده غريبة، ساعات تكون معاه كويسة وساعات تبقى إيه شديدة أو قاسية معاه. ستيلا البنت اللي حبها بيب، ولكن كانت بتتميز بأنها بنت مغرورة ومتكبرة. هربرت بوكيت هذا الولد اللي اتخاصم مع بيب مع في منزل ميس هافيشام وهم صغار، وصار زميله في لندن لما راح لندن، يعني بعد كده لما كبروا أصبحوا إيه زملاء. عندنا السجين اللي الشخص ده اللي بيبدأ معانا في بداية القصة وينتهي معانا في نهاية القصة، لأن الشخص ده هيرعى جو. بيدي هذه فتاة فقيرة أحبت بيب لكنه كان بيتجاهلها، اللي هي اسمها بيدي. دولز أوريك كان بيشتغل في الحدادة مع زوج أخته، وهو اللي قتلها وكشف للشرطة مكان السجين وحاول اغتيال بيب لكن كشفوه وقبض عليه، اللي هو بلاج أوريك. تعالوا مع بعض نتعرف على الأحداث. بقولنا بيب ده هذا ولد يتيم وفقير يعيش في مقاطعة كنت، يعني المقاطعة اسمها مقاطعة كنت. أمه وأبوه متوفين، وعاش عند أخته ميسيز جو. ميسيز جو حادة الطباع، يعني كانت شخصية جديدة، وزوجها الطيب الحنون مستر جو. وتبدأ الرواية لما كان بيب عند قبر أمه وأبوه يزوره. بيب ده بدأت القصة وهو بيزور قبر أمه ووالده، وهجم عليهم واحد شكله مجرم ومسكه، وكان في رجله كلبش حديدي، يعني شكله مسجون هارب. وفتش بيب وملقاش معاه القطعة إلا قطعة خبز، فأخذها وأكلها منه، وهدده إنه لا يخبر أحد، وسأله عن اسمه وقال إنه بيب، ووالدي متوفين ومدفونين هنا، وأعيش مع أختي وزوجها الحداد. المجرم الحداد قال له تعرف المبرد الحديدي، طبعا دي أداة من أدوات الحداد. أم طبعا بيب رد قال له نعم. أما الراجل طبعا عايز يتخلص من الكلبشات اللي معاه، قال له طب روح هاته وهات معاك طعام، وإياك إن أنت تخبر أحد وإلا قتلتك، وخلي صاحبي اللي بياكل العيال الصغيرة ياكلك بالليل. طبعا بيب كان طفل صغير، راح يجيب اللي طلبه منه المجرم وهو خايف منه ومن صديقه اللي بياكل الأطفال. ولما رجع البيت عقبته أخته لأنه اتأخر وقلقت عليه، بس دافع عنها أو دافع عنه زوجها، كان رجل طيب اللي هو مستر جو. وفي الليل وقبل النهار ما يطلع وقبل ما تصحى أخته وزوجها، راح أخذ طعام من المطبخ وأخذ المبرد اللي هو أداة من أدوات الحداد، ولقى فطيرة لحم على جنب، قال شكل أختي مش عايزاها فأخدها. ولما وصل للمجرم أعطاه الأكل والمبرد وقعد يأكل، وأثناء ما هو مشغول ببرد الحديد عشان يفكه عن رجله اتسحب بيب ورجع للبيت. بالليل كان في حفلة عيد ميلاد، واتجمعوا معارفهم، ومن ضمن اللي حضر
عم زوج أخته، عم زوج أخته. مستر بامبو بامبلوشك، مستر بامبلوشك. وكان بيحب فطيرة اللحم، بس لما جت أخته عشان تقدمها ليه ملقتهاش. وفي نفس الوقت الباب خبط، وكانت الشرطة جايين للحداد. طبعا الحداد هنا زوجها يساعدهم عشان يصلح لهم الكلبشات الحديدية اللي معاهم، لأن قفلها مش شغالة. يعني الشرطة راحة على إنه حداد هيساعدهم. وبعدها يروحوا يدوروا عن سجينين هاربين، وبعد ما صلحها لهم سمح لمستر جو وبيب إنهم يروحوا معاهم يتفرجوا على إلقاء القبض على مين؟ عن مجرمين قدروا يقبضوا عليهم. السجين الأول طبعا قدروا يقبضوا عليهم، السجين الأول اللي هو المجرم اللي ساعده بيب. بيب بصله وعايز يقوله إن هو ملهوش ذنب في القبض عليه. بعدين قال السجين الأول بصوت عالي وهو باصص لمستر جو، عايز أقول شيء. وسمح له الشرطي، قال له أنا سرقت أكل وفطيرة لحم من بيتك. قال مستر جو هي بتدور عنها زوجتي، بس احنا مش بنبخل بأكلنا على شخص جائع. طبعا ده مين؟ ده اللي هو مستر جو. ومرت الأيام، ومرة من المرات جاء عم جو مستر بامبلو شك، وقال لهم إن في عجوز غنية يقال لها الآنسة هافيشام عايزة طفل يلعب عندها بالقصر لأنها وحيدة. يعني السيدة أو الآنسة هافيشام دي عايزة يعني يكون عندها طفل يلعب عندها في القصر. وقالت له عن بيب، أو قال لها عن بيب. وراح بيب مع العم بعد ما رتبته أخته ولبسته حلو. وبأول زيارة التقى هناك ببنت اسمها ستيلا تقريبا بعمره، بس كانت مغرورة ومتكبرة. يبقى أول مرة هيقابل مين؟ ستيلا. كانت بنت متكبرة ومغرورة، ولكن هتستمر معانا في أحداث في القصة للنهاية. وهي بنت تعيش عند العجوزة، وخلتهم العجوزة يلعبوا قدامها، لكن ستيلا كانت بتعامل بيب بغرور، وعلى أقل شيء تسخر منه وتشتمه. وهكذا استمر يذهب لقصر الآنسة هافيشان اللي هي العجوز ويلعب عندهم. وعندما أصبح صبي قالت له العجوز إنه يروح المحكمة ويسجل إنه صبي لجو اللي هو زوج أخته، وأعطته 25 جنيه ذهبي. وقالت له خلاص كده لا تيجي ولا أشوفك، يا خلاص ما عدتش تجيني ولا عدت أشوفك. وبعدها بقى يعتبر صبي لجو واشتغل معاه بورشة الحدادة. في البداية كانت سعيدة لأن أمنية حياته، أو كان سعيد لأن أمنية حياته أنه يكون مع مستر جو بورشته ويشتغل معاه. ولكن مع الأيام فقد ستيلا المغرورة، يعني بالرغم أنها كانت إنسانة مغرورة، وبالرغم أنها كانت بتعامله مش كويس، ولكنه كان بيحبها وكره شغله كحداد. لكن ما كانش بيقول لمستر جو لأنه كان بيحبه، وكان فرحان أن بيبي يشتغل معاه، وكتم حزنه عنه. وبعد فترة حن لستيلا والعجوز اللي هي الآنسة هافيشام، فراح لبيتهم وقال له أن ستيلا سافرت تدرس خارج بلادهم وتكمل تعليمها. وفي الفترة دي أخته مرضت وكانت مش بتتكلم وفقدت الذاكرة بسبب أنه في أحد ضربها على رأسها تسبب لها بكل هذا. يعني أخته اللي هي الآنسة جو طبعا حد ضربها وفقدت ايه الذاكرة. وهم معرفوش مين، خصوصا ان اعدائها كانوا كتار بسبب اخلاقها اللي هي مش كويسة لانها كانت حادة الطبع. وجت عندهم خادمة اسمها بيدي، وكانت بنت طيبة وحبوبة معاهم، واصبحوا اصدقاء لدرجة قال لها عن حبه لستيلا اللي بقت ما تعرفش عنه حاجة ولا هو يعرف عنها حاجة. وفي يوم من الأيام جالهم واحد يقال له المحامي جاجرز. المحامي ده هيكون فيه تغيير أو هيحدث تغيير في حياة مين؟ البطل بتاعنا اللي هو فيليب.
وعرض عليهم عرض إن بيب ده يسافر لندن ويتعلم، هيسافر ويتعلم، بس مين اللي هيعلمه؟ ما يسألوش عنه، عشان يكون جنتلمان، وإن في شخص هيتكفل بتعليمه ومصاريفه، وقال لهم بس بشرط إنكم ما تسألوش مين الشخص ده اللي هو متبرع ومتبرع ليه، وثانيا إنك تتمسك باسم بيب ما تغيروش. يبقى كان في شرطين عشان هيذهب وتعلم في لندن. الشرط الأولاني إنه ما طبعا ما يسألش مين الشخص المتبرع وهيتكفل بتعليمه ومصاريفه. الشرط الثاني إنه ما يغيرش اسمه بيب. وسافر بيب لندن ليتعلم، وعاش مع شاب طيب اسمه هربرت، أبوه أستاذ لبيب، وتعلم بيب من هربرت كثير من العادات الجيدة، ووداه لأبوه الأستاذ وعرفه على زميلين مع طلاب عنده اللي هم مستر شار توب ومستر بنتلي دارمل. ولكن بيب ما ارتاحش لبنتلي، حس انه مغرور وشايف نفسه. مرت الايام وبلغ بيب سن العشرين، وقال له مستر جاجرز اللي هو المحامي والمشرف على تعليمه ومصاريفه، قال له ان ستيلا رجعت للندن بعد ما خلصت تعليمها، وطالبته انه تشوفه، يعني طالبت مستر جاجرز ان يتشوف بيب. فرح بيب وطار من الفرحة، وبقى يروح معاه ويجي ويحضر الحفلات معاه. بس هي للآن ما زالت على غرورها وتكبرها، وكان كتير من الشباب يحسدونه على اللي هو فيه، وهو ما كانش عاجبه الوضع، بس كان حاسس إن السبب في جعله جنتلمان هي العجوز الغنية الآنسة هافيشام. يعني بيعتقد إن السبب وراء اللي هو فيه ده الآنسة هافيشام. ولكن بعد ما وصل سن 23 سنة عرف صاحب الثروة اللي تسبب بتعليمه، وكان يعطيه مبلغ وقدره كل عيد ميلاد له، ومبلغ سنوي مخصص يجيبه إنه هو السجين الأول، السجين اللي كان بيساعده في البداية عند المقبرة، اللي شافه عند المقابر ومسكوه الشرطة لأنه هارب. طبعا في الفترة دي هو قدم له طعام وجاب له المبرد عشان يفك قيوده. هذا السجين حب بيب وحس أنه مسكين وعطف عليه، وبطل سرقة واعتدل حاله وادوله وعندنا الدولة طردته خارج انجلترا كلها مش بس لندن، وراح عاش في نيو ساوث استراليا، وهناك بقى غني جدا، وكلف مستر جاجرز انه يكون سبب في كل اللي حصل لبيب، وطلب يكون الامر سر. طيب ازاي بيب عرف انه السجين الاول اللي هو صاحب الثروة اللي قال له يا مستر ماجويتش او مستر ماجويتش جاء يزور بيب بلندن، مع انه كان مطرود خارج انجلترا كلها، بس لانه مشتاق لبيب وحب يشوفه. وطبعا بيب اتصدم لما عرف، وكان بيب رافض يكمل تعليمه ورافض فلوسه، لكن هربرت اقنعه ما يعملش كده. ومع الأيام طبعا هربرت ده صديقه طلب منه إن ما يعملش كده، ومع الأيام حس بيب إنه فعلا مستر ماجويتش بيحبه ويحن عليه. معلومة، بيب تغير بعد ما عاش حياة العز بلندن، وأصبح إنسان فيه غرور ونسى ماضي، أصبح إنسان مغرور. الناس اللي كان افترى عليهم مستر ماجويتش مع الأيام طلع إشاعة إن مستر ماجويتش جاي لندن، يعني الناس دي طبعا طلعت إن مستر ماجويتش راجع لندن وهو اللي ممنوع من دخولها، فخافوا مستر جاجرز وبيب عليه، يعني خوفوا مستر جاجرز اللي هو المحامي وبيب عليه، وحاولوا يخفونه، ثم قرروا يسفرون. ولكن ماجويتش مرضيش،
إلا إن بيب أقنعه وقال له إنه مستعد يروح يسافر معاه، بس أهم شيء إنهم ما يقبضوش عليه لأنه محكوم عليه بالإعدام إذا اكتشفوا إن خالف القرار ورجع. طبعا هنا اللي إن بيب أقنعه وقال له إنه مستعد يروح يسافر معاه، بس أهم شيء إنهم ما يقبضوش عليه، أنا ما جوتش، لأنه محكوم عليه بالإعدام إذا اكتشفوا إنه خالف القرار ورجع. ولقى طريقة خفية يسافروا بيها وسافروا، لكن للأسف فشلت خطتهم وقبضت الشرطة على مستر ماجوتش وحكم على ماجوتش بالإعدام، ولكنه مرض وتوفى قبل أن ينفذ عليه الحكم. وقبل الفترة دي تزوجت ستيلا من مستر بنتلي دارمر اللي بيب ما كانش مرتاح له، وطبعا ستيلا تزوجته لأنه غني، وبيب حزن جدا لما عرف بخبر زوجها، وعرف بيب بس بسر ستيلا اللي هي ما تعرفوش عنه. عرف ان ستيلا هي بنت ماجاويتش وامها كانت حادة الطبع، يعني ستيلا كانت بنت ماجاويتش اللي هو المجرم الاول اللي ساعد مين؟ اللي ساعد بيب على التعلم، وامها كانت حادة الطبع ومحكوم عليها بالاعدام لانها قتلت واحدة شكت فيها انها بينها وبين زوجها مستر ماجاويتش علاقة، وهددت ماجاويتش انها تقتل بنته وبنتها اللي هي ستيلا، ولكن المحامي مستر جيجرز ساعدها بانهم يخفون عنها الحكم او يخففوا عنها الحكم، وبعد ما طلعت من السجن خلاها شغالة عنده. والاب ماجاويتش كان في الفترة دي خريج سجون، اخذ الطفلة ستيلا واعطاها للعجوز الانسة هافيشام تربيها عندها لانها كانت عايزة حد تتبناه، ولكن ربطها على قسوة القلب والغرور لانها ما كانتش عايزاها تطلع زيها وبعدين تنخلع، والسبب انها حبت واحد وخدعها لانها غنية ومعرفش الا في يوم زواجها منه لانه هرب ومحضرش الزواج وحطم قلبها. طبعا دي مين؟ الانسة هافيشام. نرجع لمحور حديثنا، ان بيب حزن على زواج ستيلا، وبعد فترة عرف بموت العجوز الانسة هافيشام وكان عليه ديون ومصاريف، ومستر ماجاويتش اللي كان بيعطيه فلوس توفى وتدهورت حالته المادية وتعب في الأيام دي صحيا، ولما تعافى لقى اللي كان بيهتم بيه في مرضه هو مستر جو زوج أخته اللي تدهورت حالتها الصحية وتوفت، وفرح بيه جدا لأنه بيحبه وندم على الأيام اللي عدت وهو نسيه وكان مغرور. وبعدها رجع مستر جو لبيته وتزوج بيدي خادمته، واكتشف بيب أن مستر جو سدد بعض ديونه وبعضها سددها هو لأنه باع ممتلكاته اللي بلندن وسافر لمصر لصديقه هربرت اللي راح يشتغل بفرع شركته اللي موظف فيها هناك، وعاش مع هربرت وزوجته ببيتهم بمصر وازدهرت حياتهم هناك. وبعد 11 سنة من حياته هناك حن واشتاق لمقاطعة كانت بإنجلترا بلده، فسافر لإنجلترا وزار مستر جو وزوجته ولديهم طفل سموه بيب. ولما قرب موعد سفره ورجعته لمصر راح يزور بيب العجوز أو راح يزور بيب العجوز الآنسة هافيشام. التقى هناك صدفة بستيلا حبه القديم، وإنها ما كانتش سعيدة مع زوجها اللي توفى قبل عامين بحادث، وخبرته إنها قد باعت هذا البيت اللي هو آخر ممتلكتها اللي خلتها أو اللي خلتها ليها العجوزة هافيشام، وخبرته إنها قد باعت هذا البيت اللي هو آخر ممتلكتها اللي خلتها ليها العجوزة هافيشام، وجاية تشوفه للمرة الأخيرة، وعادت المية لمجاريها، يعني رجع لمين؟ لستيلا. ومن هنا خلصت قصتنا اللي هي قصة Great Expectations. وانتظرونا مع أسئلة على Chapters أو شرح Chapters بالإنجليش و Thinking أو أسئلة التفكير على القصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.